لي الخصيه دي من الحاجات اللي بنشوفها كتير جدا في المرضى اللي بيعانوا من تاخر الانجاب او عدم الانجاب لفتره طويله. الحقيقه ان نسبتها عاليه جدا، يعني نسبتها في الاشخاص الطبيعيين من حدود 20-30% من الرجال. رقم كبير ده. يعني من كل 10 رجاله في 2 او 3 عندهم دوالي. في الناس بقى اللي احنا جينا نتكلمنا عن الناس اللي بيعانوا من تاخر الانجاب او عدم الانجاب، النسبه بتزيد ل 50-60% من الناس دي. معقول؟ يعني يعني من 5 او 6 من كل 10 بنشوفهم فيهم تاخر الانجاب بنلاقي فيهم دوالي في الخصيه. بس هي الفكره كلها دوالي، في ناس اديتها سمعه كويسه قوي وفي ناس اديتها سمعه وحشه قوي. مش كل دوالي بتعمل، مش كل الدوالي بتتعمل. يعني ايه دوالي الاول؟ نتكلم يعني ايه دوالي. دوالي هو اتساع او تمدد الاورده الخاصه بالخصيه باكتر من 3 ملي كقطر في الوريد الواحد، مما يسبب ارتجاع الدم الطبيعي، ان الدم بيرجع يخش في شريان الخصيه، بيروح من الخصيه وبعدين بيرجع من الخصيه في الوريد للجسم. امتى بقى يحصل العكس؟ لو الدوالي دي موجوده يبدا الدم يرجع للخصيه بدل ما يطلع منها. ده اللي بيسبب ان الدوائي الخصية دي بتسبب ارتفاع في درجة حرارة الخصية.